صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاربعاء 14 ايار مايو 2014. بيسعدنا رحب بضيفنا باستوديو مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران. صباح الخير استاذ سالم. صباح الخير ست ناس، اهلا وسهلا فيك. اليوم اكيد سنتوقف معك عند جلسه الاستجواب بالامس لقناه الجديد في لاهاي، وتاجيل جلسه الاستجواب للزميل ابراهيم الامين والاخبار الى منتصف او الى اخر الشهر الجاري. ايضا موقف التضامن، كنت حضرتك من ضمن المتضامنين في نقابة الصحافة، غياب بعض أو جزء من الجسم الإعلامي وتسييس هذه القضية، كيف قرأته الأوضاع في الداخل اللبناني من الانتخابات الرئاسية إلى اليوم، التحركات المطلبية وسلسلة التحركات المطلبية والاجتماعية إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا والعلاقة الإيرانية السعودية، كلها رح تكون محور اليوم حلقتنا. أستاذ سالم، هل تعتبر اليوم بأنه في إمكانية لإقرار السلسلة ووضع حد لهذا المشهد الذي يتكرر منذ 3 سنوات تقريبا؟ 30 سنة بالشارع. مش 3 سنوات، يعني أنا أول مهنة اشتغلتها هي مهنة التدريس، وبس هالمرة بدك تسمحي لي مش رح أحكي عن المدرسين، أستاذ حنا غريب، أستاذ نعمي محفوظ، يمكن صوتهم عم بيكون قد لزومه أكتر شوي. في حدا ساكت، في حدا ما له حق يعبر، في حدا ما في يتظاهر، وهو أكتر حدا مضرر من هذه السلسلة. لا، العسكر والقضاة. نحن دايما بنشتكي عن القضاء اللبناني، هالمرة بدي أسمح لحالي، أنا المعود أن يكون سلبي أو عم انتقد، وهي طبيعة المهنة الصحفية. ما حدا انتبه انه الجسم القضائي بلبنان اليوم مضرر اكثر من الاساتذه، مع حبي واحترامي لهم اللي انا واحد منهم، ولكن هن عم بيعبروا عن حالهم بتظاهر، هن عم بيعبروا عن حالهم بموقف يمكن على مدار اللحظه والساعه، وصاروا جزء من هذا المشهد، وهيدا حقهم وبرافو عليهم. بلبنان في 500 قاضي، هيدا كله على بعضه تقريبا. في صندوق اسمه صندوق التعاضد، هي صندوق التعاضد منه الناس بتاخذ منح دراسيه كقضاة وكمساعدين قضاة، يعني احنا عم نحكي عن رؤساء أقلام، عن كتاب، عن مبشرين، منه الناس بتاخذ منحة ومساعدة كل شهرين، كل 3 أشهر بتعمل فرق على هذا المعاش اللي هلا رح تتفاجأ الناس وقت بدي أحكي بعد شوي شو معاشات القضاة بلبنان. من هالصندوق بتروح تقدم الناس منحة وطبابتها وأدويتها. اليوم فؤاد باك السنيورة مصر على إلغاء هذا الصندوق كاملا للمساعدين القضائيين، للكاتب والمباشر ورئيس الألم. تعرف يا ست نانسي انه رئيس الألم، انا امبارح عم بتفاجأ بهالارقام، بيقبض بلبنان 1,700,000 ليرة لبنانية. شو عم نقول لرئيس الألم؟ عم نقول له اذا في فرصة لنصلح جسم القضاء ولنصلح البلد عبر القضاء، نحن عم نقول لك روح افتح الجرور وخذ 50,000 و100,000 و10,000 و20,000 مثل ما هي عم نحكيها. عم نقول له لهيدا رئيس الألم اللي بينطر كل 3 أشهر منحة 1,000,000 ليرة لبنانية بتساعده وبتساعد اولاده، شرف افتح الجرور، نحن مش رح نساعدك. عم نقول للقاضي انه بكره بدك تاخذ كرتونه الدواء وتوقف قدام تعويض الموظفين الدولي او الضمان الاجتماعي واقف بالصف، مش برجوازيه ومش رفاهيه، ولكن القضاة في كل العالم شيء وبقيه المهن شيء اخر. ليكون قاضي عادل لازم يكون عنده امتياز. ببريطانيا القاضي بيحمل بطاقه فيزا كارد، بياكل اللي بده اياه وبيشتري اللي بده اياه وبيعبي بنزين قبل ما بده وساعه ما بده، حتى ما يجرب لا يفتح جرور ولا يمد ايده. القاضي بلبنان درجه اولى اللي بيقبض 3,400,000، كيف بيعيش؟ انا بستاجر بيت 1,300 دولار بالشهر. اذا قاضي بده يستاجر بيت مثل اللي انا مستاجره، هو بيت كثير عادي، وحضرتك بتعرف هي الرقم ببيروت، رقم لشقه كثير عاديه، وعم بقسط سياره، كيف بيعيش؟ خلص معاشه. القاضي بلبنان اللي بيقبض 3,400,000 بيستاجر بيت، بيشتري سياره تقسيط، انتهى البيان. إذا مطلوب منه واحد من اثنين، أو يروح عند زعيم الطائفة ويصف الدور وياخذ ملفات ويحكم كما يريد زعيم الطائفة، أو يفتح الجرور لا سمح الله ويروح على الفساد. نحن إذا بدنا نصلح هذا البلد بدنا نصلحه عبر القضاء، إذا بدنا نصلح عبر القضاء مش بنعمل سلسلة بننسف فيها كل حوافز القضاة، هي واحد. اثنين، نحن كلياتنا بنحكي الجيش اللبناني وبنحب الجيش اللبناني. بتعرفي حضرتك إنه سلسلة الرتب والرواتب مشروع القانون العدوان المقدم من الأستاذ جورج عدوان، إذا ضابط أو رتيب أو شهيد أو مجند بالجيش اللبناني استشهد وبعد سنة أو شهر أو يوم توفت زوجته بحادث سيارة، ببطلوا أولاده بيقبضوا معاشات بيون؟ كيف الحكي؟ أنا عم بقول للعسكر انتبه، بكرة بس تستشهد أولادك ما بقى يقبضوا المعاش اللي أنت كنت تقبضه. في 2 مظلومين وسكتين، العسكر والقضاة، وما قالوا الحق لا يتظاهروا، بالعكس هن عم بيأمنوا هالمظاهرات وأحيانا يمكن يقمعوا هالمظاهرات. ما بيجوز
اذا بدنا نصلح هذا البلد بعد في فرصه هي القضاء، رحنا على المحكمه الاجنبيه، وانا ما بسميها المحكمه الدوليه، المحكمه الاجنبيه، دفعنا 500 مليون دولار. طيب سؤال، هو ال 500 مليون دولار لو دفعناهم لجسم القضاء اللبناني مش بيعرف مين قتل حريري، بيعرف مين قتل كندي عشوائي. ما بيصير هيك، ما بيصير قاضي بلبنان او رئيس ألم بيقبض 1000 دولار بالشهر. طب هذا الحديث نحن اليوم لمين عم نتوجه؟ انا عم بوجهه، عم نتوجهه للراي العام، لمجلس نواب. لازم ما في مجلس نواب صار له من سنه بيدرس. نعم. السلسله بعيده للجان، بتطلع من اللجان بتروح على الحكومه، بترجع من الحكومه على مجلس نواب. يعني هيدي الدوامه اللي عم بعيشوا فيها، اللي هذه يعني عم بعيشوا فيها كل القطاعات اللي ممكن يستفيدوا. صح. من هيدي السلسله. طيب اليوم مجلس النواب يبدو انه سيقر السلسله، البعض يقول بانها مش بس مشوهة، هي مسخ، وهي ستكون ضربة لكل الموظفين ولكل المعلمين والأساتذة ولكل أساسا الحقوق الموجودة. نعم. هلا بالتفاصيل التكتية أو التقنية، اليوم النائب جورج عدوان محضر مشروع سلسلة، الرئيس نبيه بري هيك سمعت امبارح من أوساط عين التينة محضر مشروع تاني بديل، يا راح يفوتوا هول المشروعين على التصويت، يا راح يفوت يصير في دمج بين هول المشروعين. خلينا نتوقف عند. نعم. هذا الموضوع لنعرف كيف مسار المشروع المقترح من اللجنة المكلفة إعداد سلسلة الرتب والرواتب مع الزميل رامز القاضي من مجلس نواب. رامز صباح الخير. صباح الخير نانسي، إليك ولضيفك. نعم رامز، الجلسة بدأت، ستبدأ، كيف هي الأجواء؟ وهل من الممكن أن يتم الانتهاء من دراسة السلسلة اليوم ولا ممكن تمتد لجلسة مسائية وربما تؤجل إلى ما بعد 25 أيار؟ نانسي، يعني هذه الجلسة يعني بعد دقائق من الآن سنعقد هذه الجلسة في المجلس النيابي. جميع النواب تقريبا من جميع الكتل النيابية حضرت إلى المجلس، ومن المنتظر يعني دقائق تفصلنا فقط عن انعقاد هذه الجلسة. الأجواء يعني قبيل الجلسة يعني ربما لا تشي كثيرا بإمكان وصول إلى اتفاق على هذه السلسلة. نعلم أن اللجنة النيابية التي كانت قد كلفت بإدخال تعديلات أو البحث بشكل أساسي على إيجاد تمويل لهذه السلسلة من خلال يعني تأمين إيرادات التي تترتب من خلالها يعني اعطاء الموظفين الدرجات، وهي ما تعرف يعني بسلسله الرتب والرواتب وهذه الزيادات. هذه الاصلاحات كانت اول الكتل التي علقت عليها ورفضت هذه التعديلات، كانت كتله جبهه النضال الوطني واللقاء الديمقراطي التي يراسها النائب وليد جنبلاط. تحدث باسمها قبل قليل النائب علاء الدين ترو، اوضح ان جبهه النضال وانطلاقا من موقف الحزب الاشتراكي هي لن تقبل بهذه التعديلات الوهمية، وبخلاف كل الأمور الشعبوية السائدة، فأن انطلاقا من حرصها على الموظفين والمعلمين وباقي فئات الشعب اللبناني هي لن تقبل بهذه التمويل الذي وصفته بتمويل وهمي، وإلا من دون يعني. وأشار ترو إلى ضرورة إقرار الإصلاحات ووقف المزاريب الفساد والهدر، وبذلك يتم تأمين هذه الواردات، وبالتالي لا يرتب أعباء إضافية على المواطنين. وبالتالي انطلاقا من هذا الموقف، هذا النقاش سيشهد يعني من المنتظر أن تكون النقاشات حامية جدا داخل جلسة المجلس النيابي. سيكون أيضا هناك موقف لكتلة المستقبل، نعلم أن في نقاشات سابقة أيضا كان هناك موقف متحفظ لعدد من نواب تيار المستقبل على هذه السلسلة وما يعني ترتبه على كاهل كما تعتبر الاقتصاد اللبناني. ربما ننسي أيضا إضافة إلى كل هذه المواقف، سيرتب ضغط إضافي اليوم على هذه النقاشات، يعني بعد عدد يعني عشرات الجلسات التي خصصت لهذه السلسلة، سلسلة الرتب والرواتب، اليوم الوقت بات داهم جدا، وبالتالي النقاش يعني يحصل على وقع أو على ضغط الوقت. فنعلم أن يعني الاستحقاق الرئاسي في 25 من أيار، وبالتالي من أجل يعني تفادي الدخول فيما بعد هذا التاريخ في متاهة التفسيرات الدستورية، إذا ما كان يحق للمجلس النيابي التشريع في ظل فراغ رئاسي أم لا، يسعى الرئيس نبيه بري وفق المصادر يعني إلى إقرار هذه السلسلة سواء في هذه الجلسة أو ربما يعني ردا على السؤال كنت قد طرحته في البداية إلى إمكانية تخصيص جلسات متتالية سعيا لإقرار هذه
السلسلة التي يعني البحث بشكل أساسي يترتب الآن ليس في أصل السلسلة ولكن في كيفية تأمين هذه النفقات. هناك احتمالات كثيرة ممكن أن يترتب نتائجها داخل المجلس النيابي، أن تقر السلسلة مجزأة وهو ما وصفته يعني هيئة التنسيق في وقت سابق أنها ستكون سلسلة مبتورة ولن توافق عليها، لذلك كل هذه الاحتمالات واردة. فقط يعني سننتظر ربما انتهاء هذه الجلسة التي ستستمر يعني لوقت ليس بقليل للإجابة عن كل هذه الأسئلة والاستفسارات. نانسي. نعم الزميل رامز القاضي من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك رامز، وطبعا سنعود إليك مع ورود أي جديد. أستاذ سالم، اليوم هل تعتبر بالسابق البعض قال بأنه تحالف المستقبل تيار الوطن الحر أسقط السلسلة نتيجة تفاهمات سياسية تجري على رئاسة الجمهورية، هل اليوم بمعلوماتك هذا التحالف ما زال قائما وأنه تيار المستقبل والتيار الوطن الحر يا بصوتوا معا يا بيعترضوا معا للتصويب؟ وأنا سألت الرابي وصحيح يمكن على الجديد هون مع سمر أول حدا قال أنه ألا عون نائب ألا عون زار رئيس فؤاد السنيورة واتفقوا سوا لتأجيل الموضوع. أنا سألت الرابي ليش صار هيك، كان الجواب أنه بهداك الوقت لو نحن فتنا على التصويت كان طارت السلسلة، كان طارت السلسلة. إذا المطلوب نعمل موقف إعلامي، هذا الكلام للجنرال ميشيل عون، بروباغندا إعلامية، أوكي، هيدي مش شغلتنا، نحن بدنا حصر ما بدنا نقتل الناطور. بهذاك الوقت كان تيار الوطن الحر عم بيكسب الوقت وعم يدفش هالموضوع باتجاه اليوم. اليوم بكل هيك شفافية، إذا فتنا على التصويت 14 آذار زائد النائب وليد جملاط كتلة النضال بده يسقط هالمشروع، الرئيس نبيه بري محضر مشروع إصلاحي للورقة العدوانية. ما أنا رأيي الشخصي اثنيناتهم ما بيوفوا بالغرض، للورقة الإصلاحية تاعت النائب جورج عدوان بتوفي بالغرض، وللبصمات الإصلاحية للرئيس نبيه بري اللي فيها تلحق شيء من الخير لكن ما فيها تحل كل المشكلة بتوفي بالغرض. بدك إصلاحات مش هالإصلاحات، وأنا رامز كان عم بيقول عبارة الإيرادات والإصلاحات ربطها مع بعضهم أكثر من ثلاث مرات، مش هيك بتكون الإصلاحات، تكون الإصلاحات بأمرين كتير سهلين وبسطين. الأمر الأول النواب، هذا الأمر الأول نحن عبواب الصيفية، هاي المسابح اللي عشطت اللبناني كلها بتدفعش ولا ليرة للدولة اللبنانية. كل الطوائف بثمانية أذار قبل 14 أذار مقسمين الكعكة، هيدا الشط بياخدوا هاي الحزب وهي الشط بياخدوا هاي الحزب وهي الشط بياخدوا هاي الحزب والدولة اللبنانية ولا شيء. قبل الصيفية وما في ولا شقفة بلبنان ببلاش إلا يمكن الرمل البيضاء بعد فيها الشقفة، كل الشط اللبناني مجمرك من قبل ملوك الطوائف اللي هن ذاتهم النواب واللي هن ذاتهم الوزراء واللي هن ذاتهم الاحزاب الثوريه الاشتراكيه العروبيه اللي بدك اياها. ملوك الطوائف يتنازلوا عن الاملاك البحريه بمولوا 10 سلاسل رتب واثنين تنقيب عن النفط. انا مش عم اقول هلا نبلش ننقب عن النفط بس على القليل نبلش هلا نطلع مراسيم التلزيم ونصير على الخارطه النفطيه، تنقيب عن النفط، املاك بحريه، نحلت مشكلتنا. مش الغي صندوق تعاضد قضاة 10 مليون دولار كل السنه بكلف قد ما مرت وزير او نايب تشتري شوكولاته بالسنه، مش هيك بيكون الحل. طيب بس هون اليوم لما بنسمع حدا مثل جبهه النضال الوطني نعم. وهي كتله النائب وليد جملاط عم تحكي انه الفساد موجود، يعني عددوا في الجمارك في المؤسسات والافراد بحسب ما سموه المتخلفه عن تسديد الضرائب في الاملاك البحريه والعقاريه في لوحات السيارات العموميه وعددوا سلسله. طيب مين مسؤول عن هذا الفساد؟ كل هول ما بيعالجوا نص المشكل. وكلمة الحديث عن العمدة بالجيش اللبناني وتحديدا يعني ايه الحديث عن العمدة، مش عم تعرف الميليشيا اللبنانية تخلص من حقدها على الجيش اللبناني، تخمة العمدة مش عم يعرف في حقد على المؤسسة العسكرية. وهلا معي دراسة مقارنة بعطيك اياها بين مشروع النائب ابراهيم كنعان للسلسلة وبين تعديلات جورج عدوان بموضوع العسكر. في ضرب مفروض كل النواب يخلصوا بقى من عقد الميليشيا وينسوا انه هالجيش اللبناني هو اللي اضع الميليشيا، مش العمدة هن اللي بيحلوا المشكل بلبنان ابدا. نحن بالجيش اللبناني بحاجه ل 30,000 قد 30,000 الموجودين وبحاجه لعديد عمدة قد عديد العمدة الموجودين. سلسله او الاملاك البحريه اللي عم بيحكي عنها الاستاذ وليد جملاط بمحبه ويمكن هو اجرأ من غيره بموضوع السلسله، جزء منها هو شريك فيها. مثل وين؟ بخلده بالجيه هالمطارح المخده، هو له لجماعته لناسه، ما كمان هو شريك. هلا هو اجرأ من غيره صح، أنا مش عم دافع عنه لكن هي الواقع اليوم. وليد جملاط أجرأ من غيره موضوع سلسلة الرتب والرواتب، صحيح
لكن ما بيكفي هذا الحكي اللي عم بحكي. طيب ليش ما ولا نمرة السيارة الحمراء اللي بتحل الموضوع؟ النمر المميز يمكن بتحل الموضوع، السيارات المميزة بتحل الموضوع. حتى هو تحدث أنا مش عن بغلي امتيازات للنواب. يعني ايه بعدين بنفوت نحن بنقول انه السيارة الموديل 2014 نحن بنعلي عليها الجمرك. لا، الموظف العادي مضطر يروح يشتري سيارة موديل السنة لأنه في قصتها عبر الشركة. بتروح أنت على السيارة اللي سعرها فوق ال 100,000 دولار و 200,000 دولار و 300,000 دولار، وللأسف في بعض النقابيين بلبنان باسم العمال عندهم سيارة حقها مليون دولار. هذا اللي لازم أعلي عليه الضريبة، مش أعلي الضريبة أنا على المتوسطين على الطبقة المتوسطة. نحن مشكلتنا إنه عم نضرب الطبقة المتوسطة، عم نضرب يعني عم ينحكى بكل سيارة فوق ال 10,000 15,000. هذا مش يعني هيدي كل يعني كل الناس، كل الناس اللي هي تحديدا دون الدخل المحدود. شوفير تاكسي اليوم بلبنان إذا بده يشتري نمرة حمراء وسيارة بده يروح على شركة سيارات يشتري سيارة حقها اليوم بالسوق بين 21 و 22,000 دولار. مش هيدا اللي أنا بروح بعمل عليه ضريبة، بروح بعمل ضريبة على السيارات الباهظة الثمن اللي حقها فوق ال 150,000 دولار، بروح بعمل ضريبة على المواكب السيارات المصفحة والسيارات المصفحة. ليش السيارات المصفحة بتفوت على لبنان للمسؤولين بلا جمرك؟ هذا سؤال على الهواء. ليه؟ ليش؟ هيدا أنا بدي أحط ضريبة على اللي بيشتري سيارة تقسيط من شركة كورية حقها 20,000 دولار، أو على اللي بيجيب سيارة مصفحة حقها مدري كم 100,000 دولار. هونيك لازم تكون الضريبة. أنا مسؤول عن كلام الوزراء بلبنان بفوتوا سياراتهم المصفحة بلا ولا ليرة، بلا ولا قرش. هون لازم نحط حساب. على الأملاك البحرية كلهم شركاء، 8 أذار قبل 14 أذار، اثنيناتهم بنفس الفلق. نروح نلزم النفط، حاج نكذب على بعضنا، نروح نسكر الهدر بالكهرباء، نروح نشرف نبيع مي. طيب كل هذا الكلام اللي حضرتك عم تقوله والكلام اللي عم نسمعه، شو بيعني ما في سلسلة؟ بيعني إنه هالسلسلة بدها إذا ولدت بدها تكون مبتورة، ويبدو أنها لن تولد إلا على شاكلة السنيورة، وسينتقم من الطبقة الوسطى وتحديدا العسكر. الشهداء جيش اللبناني هن وبقبرهم رح يتضرروا من هاي السلسلة. القضاة لحتى يوقفوا بالصف، وإذا عنا جسم قضاء نظيف يشرف هاي جسم القضاء يتلوث، وإذا عنا 5% من القضاة بيرتشوا حيصير عنا 50% من القضاة بيرتشوا. هذا المطلوب. طيب اليوم بالحديث عن القضاة يبدو لأنه خلص سلمنا نحن صلاحياتنا أو معظم صلاحياتنا، يعني كل ما بيصير في فتح ملف جديد البعض قال أنه جريمة اختيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري سلمت إلى القضاء الدولي. بتجربتنا بالأمس تبين أنه حتى كل شيء ممكن أنه تقدر تدخل عليه هذه المحكمة الدولية، ومنكون أيضا كقضاء وكمؤسسات مسلمين أمرنا فيه. يعني بالأمس محاكمة أو استجواب الجديد واستدعاء الأخبار بيّن أنه نحن ما عندنا دور لا بالإعلام ولا بالسياسة لا بالجرائم الجنايات، يعني ما بنعرف بكرة لوين ممكن أنه تدخل هذه المحكمة الدولية وما يكون عندنا صلاحيات. ولا رح فاجئك بشيء على الهواء كمان أول مرة بينقال. أولا تعقيبا على كلام حضرتك بالمقدم، أنا ما كنت متضامن مع كرمة وإبراهيم بارح بالأب الصحفي، أنا كنت متضامن مع حالي، أنا كنت متضامن مع حالي لأنه أنا بكرة يمكن كون بنفس هاي المطرح. أي حدا بيعبر بالكلمة، أي حدا بيكتب بصحيفة بيكتب بويب سايت على تويتر يمكن بعد شوي بيعبر، هو عرضة أنه يكون قدام نفس المشهد تاع كرمة وإبراهيم. وبصراحة ست نانسي أنا عم بحضر الحلقة كنت عم فكر أنه لازم بلش من شهود الزور ومن الضباط ومن القائد مصطفى بدر الدين، ولا أني اكتفي بموضوع الإعلام. محرج اليوم أني أحكي عن هديك الملفات لما أنفهم بالسياسة، لأن اليوم نحن مش عم نحكي موقف سياسي. وأنا كنت سعيد مبارح بأسماء بدي أقول على الهوى منه الموفق حرب اللي ما بعرفه ولا بحياتي شايفه وهو خصم بالسياسي، إنه كان واقف وعم بيقول نحن مع حرية الصحافة. مزبوط أستاذ، موفق مش أول مرة، موفق صار له متابع التحركات وتحديدا أستاذ حرب، يعني من الأشخاص اللي ربما يمكن كل حدا لازم فعلا إنه مش بس يطالع ويتغنى بالتجارب الديمقراطية في الغرب، إنه لازم فعلا يمارسها على الأرض. يعني نسمع كتير بيقولوا ديمقراطية أمريكا ديمقراطية أوروبا الحريات، بس يجي على التطبيق بس يجوا على التطبيق بيرجعوا انه هيدا 8 وهيدا 14. يعني ارجع بالعكس، يعني انا استاذ موفق لا بعرفه ولا بيعرفني، ونحن خصوم بالسياسه كنا وبعدنا ويمكن رح نبقى، لكن موقفه امبارح مع ابراهيم ومع كرمه صح، موقف الشيخ بيير الظاهر صح. بنفس الوقت في زملاء حتى استاذ صلاح سلام طبعا بنفس الوقت في زملاء اخرين كانوا يا بموضع الشماته يا بموضع المتفرج يا بموضوع المحرض، وهذا الشيء اللي بدي احكيه الجديد ما له علاقه فيه. طيب هذا الكلام رح ندخل عليه بتفصيله بعد فاصل اعلان صغير.
مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زعران. استاذ سالم، بكل حضرتك عم توقف عند المحكمه الدوليه والمشهد بالامس. صح، المشهد بالامس في شيء منه بزعل، انه في جزء كبير من الزملاء مخدين مش بس موقف سياسي، موقف سياسي وموقف شخصي. وجزء منهم شمتان، وجزء منهم عم بحرض، وجزء منهم عم بتفرج، وجزء منهم شيطان اخرس يعني ساكت. يوم اللي راحوا الضباط الاربعه على الحبس عبر هي المحكمه، ولو كان ما اسمها محكمه اسمها لجنه التحقيق، بس نفس بالاخير نفس المسرب. كان في ضباط لبنانيين عم بدفشوا لهيل الضباط يفوتوا على الحبس. وبطل سر، والدليل شهود الزور اللي تبين انه في جزء من الضباط اللبنانيين هن فبركون وصنعون. يوم اللي القائد مصطفى بدر الدين ومجاهدي حزب الله اندفشوا كمتهمين بقلب هالمحكمة، بلش تبين معنا انه في جزء من الطبقة السياسية اللبنانية اللي هي متخاصمة مع هؤلاء المقاومين، دفشت المحكمة ان تدفع بهم الى التهمة. انا سؤالي اليوم، هل هناك صحفيين لبنانيين حرضوا المحكمة على الصحفيين لبنانيين اخرين؟ عم بسأل لهلا ما عندي جواب، عم جرب اني امتلك الجواب، وخايفان يطلع معي حق كما عقلي يفكر ويشعر وحدسي أن هناك من يدفع لاختيار هؤلاء الزملاء دون سواهم. ليش في مواقع وبسايتات وصحف نشرت نفس التفاصيل وأكثر وما حدا حكي معها؟ ليش المتهمين حطت صورهم وهوياتهم على بعض الوبسايتات والصحف وما حدا حكي معهم؟ وفي منهم اللبنانيين، وليش بدوا يتنقى الجديد والأخبار؟ إذا بتعتبر أنه في حدا لبناني حرض على، أنا مش مصدق أنه هاي المحكمة محكمة أجنبية صرف. بس على حال شو بده يكون مصير المحكمه؟ يعني البارح كان الاستجواب، عزم الله اذا في حدا من دفش يعني. نعم. القرار ممكن يكون متاخذ من دون الوقوف عند يوم الاستجواب. يوم اللي شفنا نماذج شهود الزور على التلفزيونات وعلى الفضائيات وبالتقارير ومنا بالجديد، سقطت هي المحكمه بنظر جزء كبير من اللبنانيين. يوم اللي هي المحكمه طلعت اتهمت حدا مثل القائد مصطفى بدر الدين اللي مفترض يكون اسمه بكتاب التاريخ لملاحم البطولة في العام 2000 بالصراع مع العدو الإسرائيلي وبالعام 2006، سقطت هاي المحكمة بنظر عدد كبير من اللبنانيين. يوم اللي خرج الضباط الأربعة ونقال سوري غلطنا بعد 4 سنين حبس، سقطت هاي المحكمة بنظر عدد كبير من اللبنانيين. اليوم هاي المحكمة عم تسقط بنظر بعض المؤمنين بها من الفريق الأزرق ومن جمهور الطير الأزرق، يوم اللي حطت راسها بالجديد وحطت راسها بالأخبار. يوم اللي صار عم يطلع رقم تليفونات غلط، اليوم اللي مش عارف المحكمه، امبارح عم بحضر بنقابه الصحافه مثلي متكل الزملاء سير عمل الجلسه، انه مش عم تقدر تحدد هي المحكمه اذا هي خصومتها مع شركه الجديد او مع قناه الجديد، وهيدي بتفرق مع شركه الجديد. أكيد. يعني في مجلس اداره، في مدير لمجلس الاداره، شركة معنوية عندها يعني حسابات مصرفيه محدده الى اخره، وهي جسم معنوي. ولا مره كان في محكمه عم تحط جسم معنوي عم بتحاسبه، المحكمه تتعاطى مع كيان موجود مثل كرم الخياط. الخلطة بين جسم معنوي وبين كيان اسمه كرم الخياط هي خلطة غريبة عجيبة. نعم، وأنا عم بحكيك بصراحة، أنا كنت ضد في البداية أن تذهب الجديد إلى هذه المحكمة، لكن بعد سلوك الجديد بالأمس، بعد سلوك كرمة تحديدا بالأمس، بهالشجاعة بهالجرأة بهالكلام اللي الأجنبي بيفهم، وأنا حكيت مع عدد من الصحفيين الأجانب بلبنان أصدقائنا ضمن تسعير هذا الأمر، كانوا عم بيقولوا صح، انه هي الصبيه هي الزميله عم تحكي صح، انه هي عم تدافع عن معتقدها، عن حريه رايها، عن مبدا الصحافه العالمي. انا وقت بوصل لمعلومه او المواجهه فعلا يعني اعطت جدوى، يعني ما كانت انا كنت ضدها، بالعكس قالت كلاما يعني في اكثر من هيك يعني اكبر، وربما في ناس صار عندها معارك طويله مع المحكمه ما قدرت تقول الكلام اللي قالته بعقر دار المحكمه. لا، وتسجل موقفين، الموقف الاول بالشكل مش مهم احكي على المنار يمكن وعلى الجديد وحتى على ال بي سي، لانه انا عم باثر بالراي العام اللبناني اللي هو منه راي عام ضاغط على المحكمه الدوليه، بس وقت اللي بتحكي مع زملاء بالواشنطن بوست، بالاي بي سي نيوز، بالفوكس نيوز، بسكاي نيوز، بكون عم بخبروك انه مزبوط عم تحكي هالزميلة، انه يا اخي هذه انا وصلت لمعلومه حقي انشرها، حقك انت تخبي معلومتك، مش بتكون مسؤولية علي، بتكون مسؤولية عليك. عم يتصرفوا مثل القضاء اللبناني ومثل التجربة بالقضاء اللبناني ومثل الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية اللي كانت حاكمة لبنان. هاي المحكمة هي سلوك لبناني بامتياز وفيها نفس
استخباراتي لبناني نفس اللي فبركوا للضباط، نفس اللي فبركوا للمقاومين، اليوم عم بيقولوا نحن بدنا نسكت الجديد والاخبار، بس الاغبياء لو اذكى شوي كان لازم يفوتوا على عدد كبير او مروحه كبيره من الصحفيين، فيهم 8 وفيهم 14، اليوم على القليله في 10 11 12 ويب سايت وجريده ارتكبوا نفس هذا الفعل. اذا كان هذا الفعل خطا او جريمه تعاقب عليها المحكمه، طيب ماشي روحوا حاسبوا العشرة، روحوا حاسبوا 12. يعني حتى امبارح بكلمتها كرمة شددت على انه السر خرج من أروقة المحكمة وذاع، يعني التسريب جرى من عندهم من داخل المحكمة. انا اليوم اذا وصلني ملف ورحت نشرت هالملف بيكون الحق علي او بيكون الحق على اللي ضب الملف، انا شغلتي انشر. يوم اللي وصلنا ملف الرئيس فخامة الرئيس ميشيل سليمان انه مزور وراء ليحصل على الجنسية الفرنسية، وهو الوراء انا اول مرة بحكي على الهواء، انا زودت فيهم الاخبار صحيفة الأخبار. أنا زودت فيهم صحيفة الأخبار. بيجي مواطن بيقول أنا عندي هالملف، بتاخده أنت هالملف بتعرضه بتتأكد أنه مزبوط، حقك أنك تنشره. بيكون الحق علي، بيكون ذنبي، حتى أو بيكون ذنب تعاطى مع بيكون الموضوع بيكون ذنب بيكون ذنب على اثنين، ست نانسي ذنب على اثنين، ذنب على المرتكب اللي راح زور، والذنب اثنين على الشخص اللي سرب من داخل المحكمة. بهالحالة كان الذنب على فخامة الرئيس وعلى الموظف اللي سرب، وبحالة كرمة وإبراهيم الحق على هالمحكمة اللي غلطت. مين قال لها تغلط بأرقام التليفونات؟ ومين قال لها تغلط بأسماء الناس؟ ومين قال لها تغلط بعناوين الناس؟ ومين قال لها تركب شهود زور؟ مفروض هي تعالج خطأها، مش تعالج اللي كشف لها غلطها. طيب بس بهيدا المسار، يعني إذا هيدا هو السياق، وإذا هنالك من حرك المحكمة لاستهداف الجديد والأخبار، يعني الحكم يبدو بأنه سوف يكون كما شكلت الأحكام. لا في رأي عام كويس، يعني أنا اليوم عبكرة الصبح جربت شوف الويب سايتات الأجنبية، الصحف الأجنبية، رأي العام الأجنبي، شو بدي برأي العام اللبناني؟ لا في تعاطف كبير مع الجديد، كرمة حطت جول بمرمى المحكمة الدولية، هلا بتتعاطى بعنجهية، بتتعاطى ما بعرف كيف، يمكن معلوماتنا الأولية إنه هاي المحكمة الرأي الراجح إنه بدها تروح تعمل ضبط للجديد بقيمة 20,000 يورو 30,000 يورو الرقم اللي هو، وقد يصل الى 100,000، ولكن لن يكون هناك عقوبه سجن، وعلى العكس المطلوب كان افاده رساله الى الجديد، عليكم ان تصمتوا انتم والاخبار، كان رد الرساله نحن مش رح نصمت، رح نفتح معركه بقلب المحكمه الدوليه. الاستاذ كريم بكردوني بالصفه الحقوقيه انا امبارح كنت كثير مبسوط فيه، كان عم بيقول عنا فرصه جديه وحقيقيه نربح هيدي الدعوه، وكان عم بيقول اكثر من هيك المحامي كثير مهم الموجود، حتى بلاه بهيدا الحكي فينا نربح هيدي الدعوه. اذا في فرصه انه نسجل جول على المحكمه الدوليه انا مع تسجيل هيدا الجول. بيطلع حدا هلا بيقول ليش حزب الله ما بيسلم المتهمين الاربعه، ويروح يقول ايه ليش لا يعتمد هذا الاسلوب من المواجهه حزب الله. انا راح اساله لانا جاوب عنه. كرمة راحت لهونيك وعارفه سلفا انه هي الجلسه بدها تحضرها حتكون اول جلسه واخر جلسه، وحتفل للمحامي يتوكل، لكن مجاهدي حزب الله إذا ذهبوا إلى المحكمة لن يعودوا، وأول جلسة رح تكون آخر جلسة، وهيدا الفرق. واليوم لو في قضاء لبناني أنا مع مثول كل من تتهمه هذه المحكمة بالمثول أمامه، قضاء لبناني عادل ونزيه وجدي، وال500 قاضي اللبناني لو أعطيناهم 500 مليون دولار اللي دفعناهم لحد اليوم للمحكمة، على الأكيد بالأول مرة أنا مزحة كانوا عرفوا من قتل كندي، بس هلا عم نحكي شيء جدي، على الاكيد كان صار في عنا قضاء جدي وحقيقي ونزيه. اقل ممكن وصلوا لخيوط اليوم للساعه، ما في خيوط جديه ولا شيء، يعني ولا شيء. اذا ما بيعرفوش رقم السيد مصطفى بدر الدين من رقم صبي مريض بالكانسر الله يشفيه. هي المحكمه اللي بتغلبط بنمر السيارات، هي المحكمه بتغلبط بارقام الناس، وانا هلا رح اكشف معك على الهواء. انه وهذا سؤال لمعالي الوزير، انه هذا المشنوق اللي كان بيوم من الايام زميل بهالمهنه واللي معروف عنه انه جريء وامتلك الجرأة وأن جلس إلى جانب الحاج وفيق صفا باجتماع لمجلس الأمن المركزي مصور، يا معالي الوزير من أسبوعين مش من شهرين ولا من سنتين ولا من 4 سنين المحكمة الدولية أرسلت مراسلة إلى وزارة الداخلية تطالب بها بداتا الأحوال الشخصية للعام 2014 وبداتا السيارات للعام 2014. إذا ست نانسي السبع ولدت وإذا كرمة الخياط جابت سيارة، شو العلاقة المحكمة الدولية؟ ارسلته ايه نعم انا بساله على الهواء. وزاره الداخليه جاوب ارسلت الداتا؟ جاوب معالي الوزير. حضرتك بتقول نعم. انا بقول ان المحكمه الدوليه ارسلت هذه المراسله ووزاره الداخليه تتجاوب مع هذه المراسله. اذا حكي غلط يطلع يقول غلط، انا بعتذر على الهواء.
لكن حكي مش غلط. بأي إطار اليوم؟ يعني اليوم أساسا جريمة بعثت المحكمة الدولية إيه عم بتقول كل ولد بيخلق بلبنان بدي تفاصيل هويته، وكل واحد بيشتري سيارة بدي تفاصيل السيارة لعام 2014 بدي حدث الداتا عندي. أنت يا محكمة إذا حدا استشهب من 9 سنين وعم تحقق من 9 سنين، انا رحت شريت سياره، ليش بدك تاخذي رقم شاسيه سيارتي ورقم الجي بي ار اس تاع سيارتي ونمره سيارتي وقديش علي بوطه ميكانيك بسيارتي وين اسرعت وين اكلت ضبط؟ شو لك معي؟ طيب شو ما بعرف، اسالي وزير الدخلي هلا اتصلي فيه. شو المبرر؟ اتصلي فيه انا، اذا اتصلنا فيه انا اجزم، انا اجزم ان المحكمه الاجنبيه الدوليه من أسبوعين أرسلت مراسلات إلى وزارة الداخلية اللبنانية لكي تحصل على داتا اللبنانيين مستحدثة أبديت للعام 2014. طب هذا الشيء صار بالسابق بال 2013؟ ما بعرف، صار أنا هاي المعلومة اليوم بعهد الوزير مروان شربل صار؟ ما بعرف، أنا هاي المعلومة بين إيدي هلأ. شيء لو وصلني بال 2013 كنت حكيت عنه. هذا الشيء منه صحي، هذا الشيء منه طبيعي. هاي المحكمة عم تفوت على خصوصياتنا، أنا خريج الجامعة اللبنانية، هاي المحكمة فاتت على الجامعة اللبنانية فتحت ملفي مثل ملف كل اللبنانيين يتعلموا بالجامعة اللبنانية. هاي المحكمة فاتت على الضمان الاجتماعي فاتت على ملفي مثل كل اللبنانيين، وأنا لدي معلومة مثبتة أن هذه المحكمة اليوم بالعام 2014 مش بال 2009 عم بتبحبش عوراء، عم بتفوت تقول بدي أبديت لداتا الأحوال الشخصية، لداتا السيارات، لداتا اللبنانيين. طيب هذا شو ممكن توضيح؟ معناتها نحن تحت الوصاية الأجنبية، كان عنا مفرزة بلبنان استخباراتية، صار عنا اليوم مفرزة تاني بالمونتيفيردي، من البوريفاج والمونتيفيردي بس هذا اللي تغير. بالعكس بالأخير نحن وسوريا جزء كبير من اللبنانيين، وأنا منهم، نعتبر لبنان وسوريا واحد رغم ملاحظاتنا ما بتخلص على أداء النظام اللبناني السوري اللي كان نظام عم يدور على الرشاوي ما كان عم يدور على المفهوم القومي. اليوم مونتيفيردي فاتحة فرع مفرزة ومصنع يجيب سيارات ستيشن وتبلش تعبينا كمان. طيب بهيدا الكلام في من ضمن، يعني حضرتك عم تتوجه لوزير الداخلية، طيب اليوم إذا كان من موقف من قبل من يمثل أقله السلطة السياسية الوصية على العدل في لبنان وزارة العدل، كان الموقف أنه أنا بلحظة اللي بيوصلنا قرار بتوقيف كرم خياط وإبراهيم الأمين من قبل المحكمة الدولية لن أتردد، هذا الكلام للوزير الشخصي مش صلاحيته، هذا حكي شعر، هذا حكي على طريقة قط المحاور اللي هلأ بالسجن، هذا حكي ما له ترجمه. فينا نقول مش صلاحيته بس هو ما في حرك، ما له ترجمه اليوم نيابه عامه. الرئيس سمير حمود بتجربته بتاريخه العريق بالقضاء، انا ما بصدق انه بيبعت بيستدعي صحفي وبيوقفه. هلا احنا اختبرناه بقضيه رياض قبيسه، وانا جربت الرئيس حاتم ماضي مع فخامه رئيس الجمهوريه يوم اللي حكيت عن العقارات قرب القصر الجمهوري على قناه الاو تي في، واستدعانا المدعي العام الرئيس حاتم ماضي ولا سجل على نفسه انه يوقف صحفي ولا وقفنا، وبالعكس تعاطى معنا بقمه التهذيب. باعتقادي الرئيس سمير حمود ابن نفس المدرسه، ابن نفس الاخلاق، ابن نفس العقليه. ما حدا بيسترجي يفتح معركه مع صحفي اليوم، واللي بيفتح هو بيخسر. اليوم مصلحه الوزير اشرف ريفي يشيل الصوره الامنيه هو موجود بوزاره العدل وينسى انه كان ضابط وكان رئيس جهاز امني ويتصرف كرجل عدل. طيب اليوم هاي النمط بالتعاطي، بضره له ما بفيده. طيب هذا المشهد بعد يكون متوقع ان كان من الوزير اشرف ريفي او حتى صمت الوزير نهاد المشروك واليوم ما تحدثت عنه، لانه من تيار سياسي صح. بالامس يعني كانت حملته بوجه من يعاقل العداله اعتبر من ضمن الوسائل الاعلاميه. طيب شو موقف 8 اذار؟ يعني التضامن جيد بس في وزراء بالحكومه، في سياسيين المفروض يكون لهم دور، احدا لم يفتح موضوع الجديد والاخبار على طاوله مجلس الوزراء. الوزير جبران باسيل قدم قبل 48 ساعه بس ما حدا جاب سيره، اكثر من هيك شو في يعمل؟ ما انفتح موضوع، ما حدا طلب بالجلسه انه يا جماعه في عنا وسائل اعلاميه عم تمثل ايا يتكن هذه الوسائل، يمكن كلهم منزعجين منها. نعم، بس في اليوم حق بصيانه الدستور مش بس على المنابر. انا اللي بعرفه انه الوزير جبران باسيل قدم مذكره خطيه الى امانه العام لمجلس الوزراء، الى الامانه العام لمجلس الوزراء، فخامه سهيل بوجي دام ظله حطها بالجرور. واحد، جبران باسيل ما بيعبر عن نفسه، بيعبر عن الجنرال ميشيل عون، بيعبر عن فريق 8 اذار. الدكتور حسين الحاج حسن انا سمعته باكثر من محطه باكثر من مطرح كان عم بدافع وعم بيعلي الصوت.
اليوم في احراج كبير من الطبقه السياسيه بموضوع المحكمه الاجنبيه. ليش الاحراج؟ في احراج لانه للاسف يعني اليوم للاسف بزمن التسويات بيدفع الثمن الناس اللي بيكونوا حادين. الجديد والاخبار حادين الى حد الحد لهيك عم يدفعوا هذا الثمن. ايه كل الناس مقصرين. انا سمعت عطوفه المير طلال ارسلان كان موقفه عالي، لكن عطوفه المير ما عنده بمجلس الوزراء صندوق. السيد حسن فضل الله امبارح كان صوته اعلى منا كلنا، وبالتالي عم بيعبر عن حزب الله. الرئيس نبيه بري قدم مطالعه للوفد اللي زاره. جبران باسيل قدم كمان مذكره خطيه لسهيل بوجي دامز الله. بس ما بيقدر يعني يعمل شيء مع المحكمه، يعني اليوم هذا باب ولا حدا فتحنا بالاساس. يعني من قبل اذا كانوا بده يتحركوا يقولوا لانكم متهمين. يا سيدي اليوم التحرك يوم فرصه ان يتحركوا، فرصه ان الدوله اللبنانيه تدعو لاجتماع في مع مجلس مع الامم المتحده، ترسل وفد تقول لهم بدنا نناقش هذا البروتوكول، موجود فيه هي الصلاحيه، تحسس المحكمه الدوليه اننا لسنا دوله سايبه. قال واكلت يوم اكل الثور الابيض. حزب الله فريق 8 اذار اخطا يوم اللي ترك الضباط الاربعه والاخوين عبد العال مظلومين في قلب السجون. اخوين عبد العال ما بياذوا نمله، حطوا بالسجن واخر شيء فاتوا ظهروا بلا ورقه، بلا ورقه، بلا قصوصه ورق، بلا قرار. ومزبوط نحكي عن الضباط الاربعه كثير، بس في مدنيين كمان كانوا معه بالحبس وفاتوا ظهروا، ما حدا تعاطى معهم. يوم 8 اذار وحزب الله صمت عن اعتقال الضباط الاربعه والاخوين عبد العال، دفع الثمن بعدين بالقرارات الاتهاميه اللي طارت مقاومين ومجاهدين. اليوم اللي عم بيصمت عن الجديد وعن كرمة وعن ابراهيم بكره رح يدفع الثمن. بكره ما تتفاجئي إذا شفت نفس هاي المحكمة الأجنبية راح تاكل أولادها وراح تفوت على جزء من البيئة اللي كانت حاضنة لهي المحكمة إذا حصل أي خلاف. ما يحصل اليوم مع الجديد ومع الأخبار فيه رائحة لبنانية نتنة، وأنا مش مصدق إنه بس الأجانب قاعدين عم يشتغلوا فينا. في جهاز أمن لبناني سوري كنا عم نحكي عنه، كان حاكم لبنان صح، كان عنده مخبرين لبنانيين صغار كان يركبوا أفلام للناس. هلا كبروا. اليوم المحكمة الأجنبية عندها مخبرين وعم تتعاطى معهم. استاذ نجاح وكيم دائما بيقول مشكله السوري وقت اللي اجى على لبنان، ومش عم نحكي عن السوري بشار الاسد، عم نحكي عن عبد الحليم خدام وغازي كنعان وهذا الفريق الامني اللي كان بلبنان، نقى اوسخ ناس اشتغل هو وياهم. اجى الاجنبي، اجى الامريكي، اجت المحكمه، نقت بين الوسخين الاوسخ. صح هاي المعادله، وهي المعادله يمكن لازم نكررها اليوم وبكره وبعد 100 سنه، لانها صحيحه 100%. اليوم هاي المحكمه الاجنبيه عندها مخبرين من رتبة فارس، من رتبة مدري شو بدك سميهم، هول المخبرين هن عم يشتغلوا معه وهن عم بحرضوا على زملاء آخرين لبنانيين. بالانتقال إلى سياسيا استحقاق الرئاسة، غدا في جلسة، نعم، جلسة انتخاب رئيس، يحكى أنه في قد يتأمن النصاب غدا، بتلاقيها واردة عشية الانتخابات الرئاسية الجلسة يعني. نعم، كل المعلومات بجو حزب الله، بجو يمكن الرابي، بجو فريقنا السياسي، حتى بجو خصومنا، قال لا انتخابات قبيل آب أيلول، ويمكن نحكي لراس السن. ليه لآب أيلول يعني؟ السعودي الإيراني مش سر اليوم هن المعادلة الجديدة، يعني كان عندنا سين سين صار عندنا سين ألف، هن المعادلة الجديدة الوصية على لبنان. ديفيد هيل جرب سوق لفكرة أن يكون بطرس حرب رئيسا للجمهورية بمقابل ثلاث مكتسبات للجنرال ميشيل عون، مع الإشارة أن حزب الله وفريق 8 أذار كل الاستحقاق الرئاسي الآمر الناهي به الجنرال ميشيل عون، وما يقوله ستمشي به الناس. واحد، إذا عمل بطرس حرب، هذا ديفيد هيل شو عرض، وهذا العرض هلا بنقول لوين وصل. إذا الشيخ بطرس حرب عمل رئيس جمهورية، واحد، جبران باسيل بيضمن النيابة بالبترون، اثنين، العميد شامل روكس قائد للجيش، ثلاثة، حصة الوزارية المسيحية بتكون لتير وطن الحر. كان الجواب لا. اليوم في حوار عميق بين تيار المستقبل وبين الجنرال ميشيل عون. الناس مفكرين ومعتقدين هذا الحوار له عنوان واحد وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. مش صحيح. عم بيحكوا بسلاح حزب الله، عم بيحكوا بالنظام الضريبي والاجتماعي بلبنان والاقتصادي، عم بيحكوا بالقتال في سوريا، عم بيحكوا من كل ملفات المنطقة، وعم بيحكوا بمفهوم الحكم والشراكي مع الحكم. الأمور ماشي صح إذا ظلت مكفي واتفقوا على كل هذه الملفات، زائد كان في مظلة سعودية إيرانية بلشت إشاراتها وهلا بنحكي، سوف يكون الجنرال ميشيل عون ليس رئيسا للبنان على شكلة
الرؤساء السابقين، لكن رئيسا جديا حقيقيا بشراكة مع سعد الحريري وبشراكة حكم وليس فقط بشراكة كراسي. طيب إذا كان هذا هو الجو ناس عفوا بس هيك بين الهلالين. بعض جمهور 8 أذار بيقعد بيسألنا بالندوات وبالمحاضرات إنه معقول الجنرال ميشيل عون يطعمينا الضرب ويتركنا. بعض جمهور الطيار الأزرق بيسأل ناسه معقول سعد الحريري يعمل ضرب فينا ويروح مع جنرال ميشيل عون ويتركنا. مش هيك الحوار أبدا، مش هيك الحوار أبدا، منه سطحي هالقد. الحوار عميق وجدي وبمفاصل إلى علاقة بالحكم وإدارة الدولة. قد يتوج باتفاق الجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية وقد لا يتوج بهذا الاتفاق، لكن هذا المسار بارلال موازي مع مسار آخر عنوانه السعودية والجمهورية الإسلامية بإيران. طيب إذا كان هذا الجو، ليش تيار المستقبل بدأ يسوق لفكرة التمديد بطريقة ما؟ نعم. للرئيس ميشيل سليمان، وهو تمديد البعض قال أنه ما رح يكون تمديد 3 سنين، رح يكون تعديل فقرة 62 من الدستور. نعم. بس بمدده سنة إلى حين أو من دون مهلة زمنية إلى حين انتخاب. نعم. رئيس جديد رفضا للفراغ برئيس الجمهورية. حلو السؤال. تعديل الدستور ولو بده يبقى فخامة الرئيس ساعة بحاجة للتلتين، يلي ما في أمن تلتين إلا بوجود جنرال ميشيل عون وكماني أذار للانتخاب، إذا ما في أمن تلتين للتعديل. ليش عم بيقول هيك تيار المستقبل؟ لسببين. السبب الأول عم بيرد له حساب لفخامة الرئيس يلي بالأيام الأخيرة كان خطابه كأنه خطاب النائب عمار حوري، يعني بتقري بيان رئيس الجمهورية بتفكري عضو بكتلة المستقبل. وصل لمطرح يقول للملك السعودي عاشت السعودية طال عمره، يعني بعد ناقص يحط مناسب في عبده بس والسعودي ستايل. فخامة الرئيس اليوم عم يتصرف كأنه عضو بكتلة المستقبل اللي رئيسها الشيخ سعد الحريري اللي بيحمل الجنسية السعودية اللي اليوم فيها ملك اسمه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودي. عم بيردوا له جميل معنوي لا أكثر ولا أقل. هي واحد. اثنين، في خلف الكواليس وورا البواب وخارج النقاش الإعلامي اليومي الرتيب في نقاش عنوانه 8 أذار عم بتقول بمكان ما لن نسمح لهذه الحكومة أن تدير هذا الشغور، ولن نسمح لهذه الحكومة اللي فيها غلبة لتيار المستقبل أن تمسك بالبلاد وتصدر مراسيم بعدم وجود رئيس الجمهورية. طيب كيف ولديها قدرة التعطيل سواء عبر العشر وزراء بلس واحد أو عبر وزارة المالية اللي توقيع وزير المالية شريك. تيار المستقبل لديه الرغبة بأن يدير هذا الشغور عبر هذه الحكومة، لهيك عمل هاي المناورة تيار المستقبل ليقول لفريق 8 أذار إذا أنتم عم بتناوروا ما بتكون تخلونا نحكم، نحن كمان بنروح نشتغل لنمدد للرئيس ميشيل سليمان وبنتعاون مع وليد جنبلاط ومع بعض الأطراف الفراطة. لا هيدي رح تمشي ولا هيديك رح تمشي. لا 8 أذار رح تقدر تعطل الحكومة، لأن قرار أن تكون هذه الحكومة مديرة للفراغ هو قرار متخذ سابقا. ليلة الميلاد على الجديد على هذا الكرسي قلنا إن شاء الله الميلاد الجاي يكون عندنا رئيس جمهورية، وكانت الناس عم تتفاجأ. اليوم صار هذا الأمر شبه واقع. اثنين، ولا قادر فخامة الرئيس يبقى لحظة بعد 24 شهر. 24 شهر باي باي خارج الأصل. يعني هيدا قرار لا مفر منه، ينتظر إلى الرابع ولا شيء. يعني هل هو زق أغراضه أخذ شقة قريبة لقصر بعبدة ليبقى بنفس المناخ؟ رح نحكي ليش هالقد 8 أدار فعلا انقلبت على رئيس الجمهورية. البعض يقول هو قلب على بواقفه. نعم. وهذا الهجوم اليوم على رئيس الجمهورية وعلى الرئاسة، ألا يذكركم بهجوم 14 أذار على رئيس أمين لحود؟ بعد فاصل إعلاني أخير وسنعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، وننتقل مجددا إلى مجلس النواب مع الزميل رامز القاضي الذي يتابع الجلسة العامة. رامز. نعم نانسي. نعم رامز، رشح أي معلومات جديدة، أي من مواقف الكتل تبينت بشكل وضوح عندك؟ سأبدأ يعني بموقف بدأ النواب بداخل هذه الجلسة بمناقشة وبمداخلات، يعني تفاوتت المداخلات ما بين سلسلة الرتب والرواتب وكلام النواب في الاستحقاق الانتخابي وإذا ما كان يحق للمجلس النيابي التشريع ما بعد فراغ سدة الرئاسة. هذا الموقف مثلا كان للنائب أنطوان زهرة، جراه فيه أيضا النائب سامي الجميل. ولكن قبل ذلك في يعني آخر معلومة من داخل الجلسة، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتذار العلني من رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن يعتذر علنية من المجلس
النيابي. يعني هذا الطلب جاء من رئيس المجلس بعد سلسلة من المداخلات كان آخرها للنائب إيمين رحمي، قال أن من غير المقبول أن يستسهل كل من يطالعنا يعني بانتقاد أو بسب أو بشتم النواب واتهامهم بالسرقة، وأن هذا من غير المقبول ولا يسمح به، وأن كرامة النواب أيضا يعني لن تقبل هذا الأمر. لذلك يعني على خلفية هذا الأمر طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من حنا غريب الاعتذار العلني من المجلس النيابي. في شق آخر يعني كان هناك مداخلة للنائب حسن فضل الله وكلمة لافتة جدا نانسي، تطرق فيها إلى انتهاك حرية الإعلام ومشهد استدعاء كرمة خياط وممثولها أمام المحكمة الدولية. اسمح لي أن أقرأ بإجازة، لأنها كلمة كانت لافتة جدا استرعت انتباه النواب داخل الجلسة. بدأ فيها النائب حسن فضل الله بالقول أن تجلب لبنانية من داخل وطنها وتستدعى خارج نصوص دستور بلدها وقوانينه لتحاكم خارج حدود دولتها بجرم ارتكابها فعل الحرية وكشف الحقيقة وفضح فساد المحكمة، وأن تستصرخ أعلامية لبنانية دولتها وتشكو غربتها وتقف بكل جرأة لتدافع عن حقها بالحرية فتترك بلا حماية كأنها لا تنتمي إلى وطن ولا تحمل جنسيته ولا تضللها دولة لها حرمتها وقوانينها لوصمة عار على جبين الجمهورية. أضاف النائب فضل الله لسنا هنا في وارد الحديث عن المحكمة الدولية وعن تناقضاتها مع السيادة والدستور، ولست في وارد تأكيد المؤكد لموقفنا الذي لا يقر بشرعيتها ولا يعترف بها، فهي منذ زمن صارت وراء ظهرنا. لكن مشهد كرمة خياط في لاهاي وهي تتطلع يمينا ويسارا فلا تجد إلا سيادة لبنانية منقوصة وكرامة وطنية مهدورة وحرية أعلامية مقموعة ومناصرين أحرار انتفضوا بالكلمة الحرة، مشهدها كان يفترض أن يلهب ضمير كل لبناني بالرفض والانتصار لبلده، لما لحق من إهانة بالشعب والدولة والمؤسسات، وأن يستفز الحس الوطني دفاعا عن مواطنة لم تجد خيارا إلا مواجهة قمع الحرية بالتمسك بدستور بلادها الذي يحمي حريتها. توجه وخاطب الرئيس نبيه بري بالقول: نجتمع هنا لنبحث في حقوق فئات من المنتمين لسلك الدولة، وغدا دعوة لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن ماذا بقي من الدولة والجمهورية وهي تستباح بهذه الطريقة ويعتدى على سيادتها بوسائل عديدة، تارة بخرق إسرائيلي كما حدث في اللبوني، وتورا بانتهاك محكمة دولية لدستورنا وقوانيننا بمحاكمتها لوسائل إعلامية لبنانية، اليوم الجديد والأخبار وغدا لا نعرف من. يعني كانت هذه هي الرسالة التي والمداخلة التي تلاها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، دافع فيها عن حرية الإعلام وحرية التعبير، ومشهد مثول الزميلة كرمة خياط في لاهاي. نانسي، يعني نحن الجلسة لا تزال مستمرة، ومزيد من المواقف التي سترشح عن هذه السلسلة التي على ما يبدو أنها يعني على الأقل حتى هذه اللحظة هي غارقة في النقاشات واختلاف وجهات النظر ما بين النواب. نعم، شكرا رامز. وطبعا يعني لحسن الحظ ربما أن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والنائب حسن فضل الله على أحد فعلا يعني يتحرك ويشعر بمشهد بالأمس. مش خالد الظاهر رئيس اللجنة كان سلمه بلهاي لكرمه. أيضا بمتابعة لي هذه الحلقة كنت سألتك: هل تريدون اليوم كفريق بني أدار إنهاء عهد الرئيس سليمان كما أنهي عهد الرئيس تحود؟ وهل البعض يقول بأنه هذا الأمر هل هو فقط يسيء لشخص الرئيس الموجود أو أنه يضرب سلطة وهيبة رئاسة الجمهورية؟ هو جاب لنفسه الوضع اللي هو فيه. طب بس ما كان فيكم تتحملوا هالشهرين يعني خلص خلصت هو ما كان مش عم بيهدي يعني هو الشهرين عامل إطلالات إعلامية قد كل مسيرته الإعلامية. فخامة الرئيس أول رئيس لبناني بيطلع بخطاب متلفز علني للبنانيين يهتف بحياة ملك آخر ورئيس آخر. حتى هو كان يتحدث في زمن عن هبة سعودية حتى في زمن ماشي حتى في زمن بهذا الأمر حتى في الزمن الذي كان فيه هناك انتداب فرنسي للبنان لم يجرؤ أحد أن يحكم بحياة فرنسا. بس شكرا قطر ورفعنا ماشي بس قطر مش رئيس جمهورية في مرحلة معينة. رئيس إميل لحود وقف قال شكرا قطر هو رئيس جمهورية على المنبر ولا مرة صارت.
فخامة الرئيس بعد بموقفه أكثر من اللزوم، بالرغم أن فخامة الرئيس هو من إنتاج 7 أيار. يعني 7 أيار هي أنتجت فخامة الرئيس، وهي اللي وصلت فخامة الرئيس لبعبدة. حر ياخذ موقف سياسي حد، لكن هو رئيس جمهورية مفترض على القليلة يكون هالموقف بيراعي شعور اللبنانيين. بواحد آب بعيد الجيش اللبناني، هالمناسبة اللي معني فيها كل اللبنانيين دون استثناء، كان فخامة الرئيس عم بيقوس على المقاومة. تهديدا على تدخل حزب الله في سوريا. مش بهالطريقة، في عبر بمية طريقة أخرى، وفي خصوم سياسيين أحيانا بيعبروا بطرق أخرى بتكون مقبولة. فخامة الرئيس مش محلل سياسي. آخر فترة عشوائي يعني بقي بس على الطهور ما راح وعمل خطاب بملاعب الفوتبول، افتتاح مول. شفتي أنت رئيس بعالم بيفتتح مول بيعمل خطاب سياسي؟ افتتاح مول هذا شو اسمه أروت شو؟ طيب بهذا الإطار في اليوم نفس معين يوحي بأن تسوية قد يتم، أو بدأت تنضج لنقول، لأنه في تصريح سعودي رسمي ودعوة سعودية بحسب ما نقلت سعودية رسمية لوزير خارجية إيران لزيارة الرياض، وبأنه فتح باب التفاوض مع طهران. اليوم المعلومات تقول بأنه لا دعوة رسمية وجهت خطية وجهت للوزير الإيراني، على رغم أنه إيران تتحضر لهكذا زيارة. نعم، الوزير عبد العزيز الخوجة أخذ قرار أغلق 20 محطة، بينهم محطات بمعظمها محطات تحريض مذهبية وطائفية. الجمهورية الإسلامية بإيران من أيام قليلة ردت على قرار الخوجة بإغلاق أكثر من 52 محطة، هني محطات دينية متشددة، وهذا الأمر حسن وإيجابي. تحضير الأرضية الإيرانية السعودية صحيح بلش، الإيهام وكأن هذا الاتفاق قد أصبح مبرما خلال أيام أو ساعات هو أمر خاطئ. اللي صار بأذار خلال لقاء أوباما بالملك السعودي بهذه الزيارة الشهيرة، الملك أو الرئيس أوباما طلب من الملك السعودي أنه خي نحن والإيرانيين جديين، وهذا الحكي قريناه ببعض الصحف السعودية، نحن والإيرانيين جديين بموضوع الاتفاق النووي. والشيخ حسن روحاني يبدو جديا ذاهب إلى نوع من الرفاه الاقتصادي الذي يحتاج إلى انفتاح على الآخرين. نحن عم نحكي مع الإيرانيين، يروحوا شرفوا حكومة على الإيرانيين.